ويوم 6 أكتوبر سنة 73 يوم الانتصار في السعودية وفي مكة المكرمة. نعم. وحدث العكس عكس ما حدث في الجزائر. نعم، هي استقبلت لسنتين يعني، وأنا في الجزائر كانت نكسة، وأنا في السعودية كانت رد اعتبار للنكسة، لكن من العجيب أنني استقبلتهما معا استقبالا واحدا. هذا الاستقبال أنني انفعلت فسجدت حينما علمت بالنكسة، وحينما علمت بانتصارنا سجدت أيضا، ولكن هناك فارق بين دوافع السجدتين. أما دوافع السجدة الأولى فقد نقضت ممن حضرها وأولهم ولدي. كيف تسجد لله وهذا علامة الشكر من نكسة أصابتنا هذه؟ قلت يا بني لن يتسع ظنك إلى ما بيني وبين ربي، لأنني فرحت أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو نصرنا ونحن في أحضان الشيوعية لأصبنا بفتنة في ديننا، فربنا نزهنا. والثانية سجدت لأننا انتصرنا ونحن بعيد عن الشيوعية. وشيء آخر هو أنها استهلت بالله أكبر، بشعار الله أكبر، وكنت أعلم من يخطط لهذه الشعارات اللواء عبد القوي. فلما بلغني أن الانتصار في شعار الله أكبر سجدت لله شكرا إن جاء الانتصار ورد الاعتبار في طي هذه. وكنا في شهر رمضان كما تقول. في شهر رمضان فذكرتني بأشياء كثيرة أولا. الله أكبر ونصرنا يوم بدر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولكن الذي سأني ثالث يوم ليه فضلت؟ لأنني قرأت في الأهرام الناس اللي ما يرضيهمش إننا دخلنا بشعار الله أكبر، قالوا إن النصر ده حضاري، وسيبوكم الخرافات اللي بتقولوها دي وبتاع. فلي صديق اسمه سيد إسحاق عزوز قال أنا أخشى من آثار هذه الكلمة، من النصر حضاري ونرد فضل الله علينا بيرى الله أكبر. فجاءت فتحة تفل السوار، ووالله لو أنهم ثبتوا عليها ولم يردوا فضل الله في شعار الله أكبر لما انتهينا إلا إلى تل أبيب. أحد أن يخرب جبهتنا مهما كلفنا ذلك. ايه يا اخوان؟ ايه الشرشره دي؟ احترم نفسك يا سيد، الواحد ما يعرفش ينفع في البيت ده ولا ايه؟